لما ست عمرها 95 سنة تسألني عن علاج آلام الركبة وعدم قدرتها على السجود وإقامة الصلاة وعملية الحركة، ولما أعطيتها موضوع الزيوت وتمارين بسيطة ومساج لأني ما بدي أثقل عليها في تمارين أكثر، رجعت لي بعد شهر بتقول لي الحمد لله وضعي أحسن، بسجد بكون بالحركات اللي بدي اياها، بمشي بس في عندي صعوبه بالحركه لسه لانهم اجري ضعاف، فممكن من حضرتك تعطيني شويه تمارين لتقويه الرجلين. طبعا هاي الاجابه انا حيرتني، والمفروض انتم تحيركم وتعطيكم اسئله واجوبه واضحه لكل المشاكل اللي بتعانوا منها من موضوع خشونه المفاصل. خشونه المفاصل معناه انه صار في عندي ضعف في الجهاز الحركي لجسم الإنسان اللي هو بيتكون من الأعصاب والعضلات والعظام والمفاصل والأربطة والغضاريف، كل هذه جهاز حركي. وهذه المشاكل في الجهاز الحركي والخشونة في الجهاز الحركي زي ما هو في خشونة الركبة، زي ما هو خشونة العمود الفقري، زي ما هو خشونة الكتف، كلها من نفس الأسباب والأسباب المتعددة. لا خشونة المفاصل أولها اللي هو عدم الحركة، التوقف عن الحركة لأسباب مرضية أو لأسباب غير مرضية. في حال توقفنا عن عمل الحركة الكاملة لكل المفاصل والعضلات والأعصاب، في هاي الحالة احنا حنفقد من الطاقة ومن القدرة تاعت الجهاز الحركي، يعني العظام حصير فيها هشاشة، العضلات حتضعف، الأربطة حتضعف، السائل المفصلي حيصير فيه جفاف، والديسكات حيصير فيها جفاف بسبب قلة الحركة وهي الإجراءات الثانية. طبعا قلة الحركة المقصود فيها كمان إنه يصير في عندي آلام بسيطة في الركبة وبسبب نصائح غلط بتم تثبيت الركبة وقعدت على الكرسي لفترة أكثر من أسبوعين لثلاث أسابيع. بعد ثلاث أسابيع حضراتكم بتفقدوا 10-15% من القدرة العضلية، بعد شهر من التثبيت بتفقدوا 1% من الكتلة العظمية، 1% من كتلة العظم تاعنا بنفقدها في حالة السكون في شهر. هاي 1% المفروض نفقدها بالشكل الطبيعي ومع العمر بالسنة مش بالشهر، بس لأنه فيش حركة صارت عنا الخشونة. طبعا عدم تحريك المفصل مش بس خشونة في العضلات وخشونة في العظام، هذا خشونة في السائل المفصلي، هذا جفاف للسائل المفصلي. جفاف السائل المفصلي اللي هو داخل الكبسولة تاعت المفصل يعني جفاف للغضروف، لأنه الغضروف لا بوصلوا أوعية دموية ولا شرايين ولا أعصاب. الغضروف معمول على أساس يأخذ المواد الغذائية من حواليه من الغشاء المفصلي، وهيك بنكون كملنا الدائرة في كل هالمشاكل هذه. طيب شو الحل؟ الحل بخطوات عملية بيتية ممكن تعملوها. إذا بتسألوني عن النتائج حكولكم، مش هحكي لكم النتائج، روحوا على الفيلم هذا اللي حطيت لكم إياه بالتفاصيل وانتم بنفسكم حتشوفوا النتائج من التعليقات من الناس اللي عملوا. هلا الموضوع بيقتصر فقط، أول شيء الموضوع التغذوي، كل رأس ماله تنجرت عظام البقر أو عظام الغنم، العظام هذه الطويلة اللي بدكم تروحوا على اللحام وتقولوا له قصل لي إياها قطع قطع قطع، ببلش يقص في الراس تاع العظمة اللي هو مركز لعمل كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء ونخاع والسائل وال الدم سوائل الدم، فكلها بتنعمل في العظام في الراس. الجذع تاع العظام هو عبارة عن مخزن، طبعا هذا نخاع العظم اللي بنشوفه وبيكون لونه على سواد، طبعا هو مليء في الحديد في البروتينات اللي والمعادن، من اهمها بي 12 الحديد المغنيسيوم، هاي المعادن المذابه والفيتامينات في الشحوم وفيتامين دال بيكون موجود في النخاع. فهذا النخاع هو مخزن للطاقة، وفي عنا كمان احنا اول شيء قطعنا المصنع اللي هو راس العظمة،
ولسه شو حناخذ من العظام كمان، هذه حناخذ الكالسيوم اللي موجود فيها، حناخذ الكولاجين اللي موجود في العظام، وحناخذ الكالسيوم والكولاجين والفوسفور اللي موجود في العظام، وفيتامينات دي اللي ما هي مكونه في هالعظام هذه، وال يعني هاي كل المكونات اللي بدنا اياها قطعناها ببلاش ببلاش، لانه يعني هاي العظام لا تباع، ما اظن حدا لحام ببيعها، هذه علاج هيك مسموح فري بتاخذوها من اللحام بشكل، بعرفش اذا حيصيروا يبيعوها ولا لا بعد ما يسمعوا هالفيديو. بجيب هالعظام هذه بحطها في الطنجره في فتره الليل، فتره المساء المفروض انها تضلها على نار هاديه، وبحط عليها المي طبعا بعد ما اغسلها مظبوط، وبخليها على نار هاديه المفروض يعني بتغلى، وبوطي النار اقصى شيء لغايه الصباح للساعه 10 للساعه 8 الصبح، مش حيصير شيء. هاي الحرارة البسيطة اللي هي على نار هادية لفترة طويلة، أقل شيء 8 ساعات 10 ساعات، هي الكافية إنها تأخذ كل هالعناصر، كل هالعناصر اللي حتمتص من هالمياه، وفي الصباح حتشيله قبل ما تشيله الطنجرة هادية عشان تضيفوا المكملات الطبيعية. اسمعوا لي هلا، ضيفوا بكدونس، ضمت بكدونس، بوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم وفيتامين سي بدنا اياه عشان نفعل عمل الكولاجين والمواد هاي اللي اخذناها. بتضيفوا حبوب الرشاد، بتضيفوا مثلا 5 معالق، هي طنجره كبيره يعني هاي حتكفيكم بجوز اسبوع لاسبوعين، فبتضيفوا حبوب الرشاد، بتضيفوا السمسم، السمسم بدكم كالسيوم كمان، بنعطيكم كالسيوم بدل ما تروحوا على المكملات الثانيه، وبوتاسيوم اللي موجود في الزنك. شو كمان بدكم تضيفوا عليها؟ الثومي والبصل، هدول مركبات رئيسيات، هدول هم الحديد، هدول هم فيتامين سي اللي حيفعل انتاج الكولاجين، الثومي والبصل، هدول هم الكبريت العضوي اللي هو بدونه ما في تكوين للخلايا العظمية، ما في ولا في تكوين للغضاريف. فثومي وبصل، راس بصل او راسين بصل، بصل ثومي راسين مع الكميه هذه، وبتحطوا عليها فلفل، فلفل حار، فلفل اسود لتسريع الامتصاص وتسريع الهضم وتسريع هضم الدهون، وشو كمان بدكم تحطوا؟ شويه ملح طبيعي اذا امكن صخري، بتضيفوه ملعقتين ثلاثه على كل هالتنجره، ما تكثروا، شو كمان بحاجه، وهذا هو. وبتحطوها وبتخلوا هاي المواد 15 دقيقه على نار هاديه عشان ما تحرقوا هالمعادن اللي فيها، وبتنزلوها عن النار وبتشيلوا لما تبرد، طبعا بصير في عندكم تجمع لثلاث طبقات. الطبقه الاولى هي عباره عن زيوت وشحوم، هذه الزيوت والشحوم بتقشطوها، هذه ممكن تستخدموها لزيوت المساج وتحسين الجلد والبشرة. الطبقة الثانية هذه كمان بتكشطوها وبتحطوها في الفريزر أو في الثلاجة على شكل في كؤوس صغيرة، مكعبات صغيرة، كل مكعب مثلا نصف كأس أو ربع كأس صغير، زي فنجان قهوة خلينا نقول، في كل مكعب. هلا بنحطها في الثلاجة، فصلاحيتها بتكون أسبوع لأسبوعين، اللي تقدروا تاخذوا كل يوم خذوا لكم مكعبين لثلاث مكعبات من هذا، بتحطوه في الشربات، بتحطوه في وين ما بدكم، بتاكلوا فيه، بتعملوا اللي بدكم اياه، المهم تاخذوه. والزيوت الثانيه اللي اخذتوها هذه بدكم تستخدموها لزيوت المساج. هذه اول شغله، هاي اغنى اغتنيته عن جميله المكملات والفيتامينات والكولاجين، يعني هاي وضعنا لكم اكثر من منتج طبيعي فعال بنفس الوقت. هلا طريقة الأكل طبعا، وانت بدي أكلهم هدول الشربات والكذا هذا بيكون زي جيلاتين، وإذا بدكم كمان ما هو بتكونوا حاطين البكدونس وكذا والثومة هاي بتكون، وإذا بدكم حطوا جزر كمان، وهذه بتكون في كاع الكاسي يعني بيكون منظرها حلو، وبتكون مع الخضروات هذه اللي حطتوها. فقبل ما تأكلوها لازم تحصروا عليها ليمون، وإذا بتحطوا ملعقة من الخل وبتاكلوها صحتين وعافية، بتم هضمها، بتم بسرعة، بتم امتصاصها بدرجة قصوى و
حتى وإنا نوديها لمجرى الدورة الدموية. طيب هلا عشان خلصنا هلا الأكل، طبعا هاي الشوربة بدكم تضيفوا لإلها صحن السلطة، صحن السلطة بدكم تحطوا فيه مغنيسيوم وبوتاسيوم، هذه عناصر رئيسية، يعني بدكم تحطوا بقدونسية مثلا، بدكم تحطوا أفوكادو، بدكم تحطوا زيت زيتون، معه دائما ليمون طبعا مع السلطات هذه. شو كمان نحط على السلطة؟ نحط زنك كمان على أساس موضوع تسريع التفاعلات هذه وبناء الكولاجين، بنحط لنا شوية من البذور، بذور الشيا، بذور الرشاد، بذور القرع أو اللب الأبيض، بنطحنه وبنحطه، أو شوية جوز أو شوية بندق، هاي حصلته على زنك. شو كمان بدنا؟ وفيتامين سي كمان موجود، ما هو في الشوربة. يعني هيك نعمل سلطة وبنحط عليها طحينية كمان عشان نزيد كمية الكالسيوم، وهاي أخذنا الوجبة اليومية من المكونات الغذائية. طيب اللي ما تضلكم تقولوا لي مكونات غذائية، هلا خلينا نروح على الموضوع الأهم، كيف بدنا نوصل هذه المكونات الغذائية للعظام ونرجع الحركة طبيعية زي ما أول. أول شيء قبل ما نحكي كيف، بدنا نحكي إنه الخلايا العظمية والجهاز الحركي كله النظام العمل لإله وتقويته بس بتيجي عن طريق الاهتزازات اللي هي بتكون موجودة عن طريق التمارين. يعني لما أنا العضلة تصير فيها انقباض، محل التقاء العضلات دائما في العظام بنلاقيها مناطق بارزة. ليش مناطق بارزة؟ لأنها مناطق معرضة للشد طول الوقت، كثرة الشد والاهتزازات من العضلات للعظام بتخلي العظام تبني وتعمل البروزات هذه في منطقة العضلات. هلا ما دام الموضوع هيك وما في إمكانية لتسريع عمل في عنا خلايا العظمية، في عنا خلايا بتبني من هالمواد اللي حطناها، وفي خلايا كمان بتهدم، هدول الخلايا لازم اثنين يكونوا منشطين، مش انه اوقف الهدم وسرع البناء، لازم اظلني اهدم وابني، اهدم وابني، اهدم وابني، اهدم وابني، وسرع 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 من عملية البناء في الخلايا العظمية هذه. عندنا 206 عظمة في الجسم، بحيطها 608 من العضلات، وغير المفاصل اللي هي أكثر من 300 مفصل. هذا هو الجهاز الحركي واللي مغذى في الأعصاب الفرعية اللي بتطلع من النخاع الشوكي والدماغ. فعملية البناء هذه بدها هي عملية الاهتزازات. هلا الاهتزازات بتكون حسب الحالة. أنا ممكن العلاج الحركي خلينا نقسمه عد ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الصعبة اللي بيكون فيه مثلا عندي ألام في العمود الفقري قوي، ألام في الركبة والتهاب وانتفاخ في مفصل الركبة أو مفصل الكتف، في هاي الحالة أنا ما بدي حركات تتعب وتزيد التشنجات وتزيد الألام وتزيد الالتهاب، بقتصر على الحركات البسيطة اللي هي يعني بتعتمد اني انام على ظهري، ارفع اجري شوية اساس احرك الدورة الدموية، اعمل تمارين للاجرين، اعمل تمارين بسيطة للايدين على قدرة التحمل، للظهر تمارين بسيطة، انام على بطني واعمل الحركات هذه لورا، او الحركات اللي انام على ظهري واصير اعمل وجبة في جري اللي امنع عملية الخمول اللي ممكن اللي هيأدي لي فورشور لموضوع الخشونة. فهذه هي الحركات المطلوبة. هلا الشغلات الثانية اللي حتساعد في المرحلة الصعبة هذه، احنا بنحكي عن يعني اللي بكل رقبتي بتوجعني او كتفي بتوجعني او اصبع الصغير هذا بوجعني، بمشي عليهم هاي التعليمات. يعني هذه على كل الجهاز الحركي، ما بديش اعدد شو المشكلة بالضبط. طيب فالحركات هلا البسيطة هذه مطلوبة، بعدين إذا صرت أحس يعني بعد أسبوع أسبوعين المفروض أسيطر على الحالة الحرجة هذه، فيش مستحيل إني ما أسيطر عليها عن طريق الحركات والشغلات هذه اللي هلا بنحكي لكم عنها. بصير بعد أسبوع أسبوعين أزيد في الحركات وأزيد في التمارين وأزيد في صعوبتها وأزيد في قدرتي على تحريك جسمي والمفصل المصاب بشكل أفضل.
وشو بتشوفوا تمارين مدام يعني بحطها على الصفحة على أي مفصل بتعملوها. طبعا دائما الأمان لأي عمل التمارين هذا بيكون إنه بنعمل الحركة لحد شعورنا في عدم الراحة أو ألم. قبل ما نشعر في الألم بنوقف وبنرد ثاني يوم بنصير نزيد أكثر بنصير نزيد أكثر. هلأ إذا ما عملنا هيك بالناحية الحركية وما صرنا نمشي شوي ونتحرك ونطلع دراج وننزل دراج وما نخاف من الشغلات اللي إحنا خايفين منها، في هالحالة حنظلنا في مطرحنا في المرحلة الأولى. والمرحلة الأولى هلأ العلاج الدوائي، خلينا ندق في العلاج الدوائي. العلاج الدوائي المفروض أنتوا لما تروحوا على دكاترة مش بحكولكم إذا في غضاريف خلص فيها صار عملية degenerative change، الغضروف اهترى، العظام صارت تحك على بعض، بيقول لك الدكتور ما في علاج. ماشي الحال، معه حق، ما في علاج، ما في علاج دوائي. لا، ارجع الغضاريف للوضع الطبيعي والعظام للوضع الطبيعي. فيش دواء بيرجع هشاشة العظام وبقوي العظام، فيش دواء بيرجع قوة العضلات للوضع الطبيعي زي ما كانت، فيش دواء بيرجع قوة الأعصاب للوضع الطبيعي، فيش دواء بيرجع الغضاريف وترد تعيد بناء نفسها والخلايا الغضروفية هذه كمان مرة، فيش أدوية. طيب ماشي، إذا فيش أدوية، طب شو هاي الأدوية اللي معبية عنا في الشنطة هاي؟ لإيش إذا؟ إذا فيش أدوية تحل المشكلة، هاي الأدوية هي مجرد بدل ما يقولوا لكم فيش، زي ما حكوا لكم فيش علاج، في هالحالة بيعطوكم هالمسكنات اللي هي تخفيف للأعراض. كل أنواع الأدوية بكل اختلاف أنواعها فقط عملية إراحة المريض وتخفيف الأعراض، إنه المريض يمشي حاله أقل ما فيها بدون ألم. هذا هو هدف العلاج الدوائي. طيب بتيجوا طيب لعندي أنا بتقولوا لي طيب يا دكتور يعني أنت إذا هم بيقولوا لنا لا، أنا بقول لك لأنه العظام ممكن نزيد من كثافتها وممكن نقويها في، وهذه شغلات مثبتة. العضلات أنا بقويها بسهولة، فيش عندي مشكلة، بس هي مجرد بعض التمارين وبعض الحركات. الغضاريف أنا بقويها كمان وبعيد لزوجتها أفضل بكتير من كل هذه المكملات أو الإبر زيت وكورتيزون ومش عارف إيش. الكورتيزون ما هو عشان تخفيف الآلام مش عشان يعالج الغضروف الكورتيزون. فكل الأدوية هذه أنا حكيت كل الأدوية بدون استثناء، يعني شوف شايفين إنه في كلها شغلات يمكن تعديلها. طب أنا إذا قويت عضلاتي حوالين المفصل أنا خففت الآلام والضغط على المفصل بمقدار 50%، إذا قويت الأعصاب عن طريق التمارين والحركات هذه أنا كمان قويت المفصل وقويت النهايات العصبية وخففت انتقال الآلام من المفصل هذا للدماغ لأنه صرت أحركه. والغضاريف شوي شوي مع عملية الحركة والاهتزازات، الاهتزازات اللي هي بتعمل عملية أسموزية من الغشاء المفصلي، ما احنا دخلنا المواد قبل شوي في طنجرة الشوربة، يعني شوربة عظام البقر مع المحسنات اللي فيها دخلنا المواد. هلا ما ضايل علينا نصير نعمل عمليات كبس، كبس ورفع، كبس ورفع. اتصوروا 33 فقرة في العمود الفقري والغضاريف بيناتها بتصير، بس مع عملية التمارين والحركات والمشي والحركة والجهد البدني هاي الفقرات شو شغلها؟ انها تحفظ النخاع الشوكي وتظلها طالعة نازلة طالعة نازلة، عملية ضغط على هالغضاريف اللي هي زي الاسفنجي، ضغط ورفع ضغط ورفع ضغط ورفع، عدة اتجاهات، ضغط ورفع للأمام، ضغط ورفع للخلف، ضغط ورفع. هذا التأثير الحركي اللي بنسويه على الغضاريف، هذا الضغط والرفع، الضغط والرفع، الضغط والرفع هو الأساس لإدخال المواد هذه اللي حكينا لكم عنها للغضاريف. هذا هو الضغط، هو الأساس لإدخال هاي المواد وعملية تسريع البناء الخلايا العظمية كمان مرة بشكله صحيح، يعني بناء العظام وبناء الغضاريف وتوصيل السائل المواد هذه من الدورة الدموية عن طريق تنشيط الدورة الدموية لما نتحرك لها المفصل هذا ولا داخل السائل المفصل اللي هو حيدخلها للغضاريف. هلا فهمنا ليش المطلوب منا نتحرك، مش عشان انه اذا ما تحركنا بصير في عنا
هشاشة وبصير في عنا كسور وبصير في عنا ضعف في العصب لأنه فيش تحريك للدائرة الحركية دي من الرجلين للرأس للدماغ، فالذاكرة عنا بتضعف، بصير عنا جلطات في الدماغ، بصير في عنا نسيان، بصير في عنا وجع رأس. ماشي، كفاية يعني التمارين، كفاية. والتمارين هذه يا حبذا لو كانت تحت أشعة الشمس كمان، لأنه فيتامين د هو من الفيتامينات الرئيسية، وانتوا اوريدي أخذتوا المكملات الثانية، بس ضايلكم فيتامين د، وهذه نص ساعة لساعة تحت أشعة الشمس، إنكم بس تعرضوا وجهكم أو رقبتكم أو إيديكم أو إجريكم وتعملوا التمارين هذه، ومعها تمارين تنفسية وأكسجين وراحة نفسية وحركة، وهيك انتوا بترجعوا بناء وعمل الجهاز الحركي كله. طبعا معروف فيتامين د بقوي العصب وبقوي التوصيلات العصبية بشكل كبير، وبقوي عملية إعادة البناء للأعصاب، وهو مضاد للأكس، أكبر مضاد للأكسدة. فيتامين د حيساعد في عمل كل المواد هذه اللي المضادة للالتهاب اللي موجود بسبب الحالة اللي موجودة عندكم، للاسترخاء، للسيروتونين، للحالة النفسية، كله فيتامين د. هاي بتاخدوها فقط 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 عن طريق الشمس. انسولي اي شغلات تانية، انسولي المكملات اللي هاي ضربتكم في الكلية وضربتكم في الكبد وما عملتكم الا مصايب. طبعا هذه العلاجات مش لواحد مش مقتنع في فعالية العلاجات هذه، هذه العلاجات اللي بنقدمها لواحد مقتنع وما في عندكم اي سبب انكم ما تقتنعوا. اول شيء ما في حلول تانية قدامكم، ثاني شيء بدكم تخلصوا من المشكلة هذه ايش ما يكون، ثالث شيء شايفين الفعالية اللي موجودة. ففي هاي الحلال انتوا لازم تتخذوا القرار حبلش اتبع الخطوات هذه اللي موجودة وبيحكي لي عنها الدكتور. في خيار قدامكم تاني؟ ما في خيار. خسرانين شيء انتو من هالطرق هذه؟ ما في، مش خسرانين شيء. انتو في حال اخذتوا القرار هذا، صدقوني هذا 50% من العلاج. انتو سلمتوا جسمكم وعلاجها، لان هاي ما فيها يعني واحد تاني يعالجها. يعني هل اذا انا عندي مشكلة عضلات مش البايسبس وبتبني عضلات بروح لمدرب وبدفع له كذا فلوس عشان يبني لي العضلات وانا نايم في الدار؟ ما بيصير. فهذه كلها الامراض هذه علاج ذاتي. فمدام انا حسمت الموضوع وشلت من دماغي موضوع اللف والدوران على شغلات سواء أدوية أو مكملات أو فيتامينات أو دكاترة ممكن يساعدوك ويرجع لك الركبة لوضعه الطبيعي، مش موجود. صدقوني لو موجود بحكي لكم، بس إنه الموضوع إنه أنتوا تاخذوا الموضوع بإيدكم وتبلشوا علاج في إيدكم، العلاج اليدوي. كانت مشكلتكم إنه فيش حدا بفرجيكم بالضبط وبالتفاصيل شو تسووا، هاي في عندكم على الصفحة والكورس هذا والفيلم هذا والأفلام الكتيرة، 6000 فيلم موجودة لخدمتكم، وموجود كتاب كامل باللغة العربية متاح طبعا على الويب سايت عن آلام الطرق هذه كلها، وكتاب تاني عن مشاكل العمود الفقري، وكتاب ثالث عن آلام الركبة وطرق علاجها، وشو كمان، وكتاب عن الكتف من أسبوعين بنبقى منهيين. يعني في عندكم عدة كتب مصادر كلها كتابة، كل الوصفات، كل الشغلات النظرية اللي تقتنعوا 100%، يعني انه ما تفكروا الشغلة جاي هيك حيالله من فراغ، انه في إلها قواعد علمية وقواعد أبحاث عن فعالية هذه الطرق اللي منبسطكم إياها على قد قدرتنا ان نعمل هالأدوية وهالمركبات وهالحركات اللي إذا بدكم تروحوا على عيادات بدكم تأخذوها تدفعوا فلوس هذه الأمور هذه الشغلات، بس أنتوا هيك موجودة عندكم في البيت على راحتكم مع كاسة قهوة مع كاسة شاي تحت الشمسات، بتريحوا راسكم وبتعالجوا حالكم وبتطلعوا فخورين إنه عالجتوا حالكم. بدكم تعالجوا حالكم من أعراض الجهاز الحركي هذه، لازم اتناموا كويس، لازم النوم يكون مقدس، يعني اقل شيء 5 ساعات نوم كويس، يعني فرشة كويسة مريحة، لا هي هفاتي ولا هي صلبة ولا على الارض،
مخدة كويسة، فيش إضاءة في الغرفة، في حرارة أقل من 19-20 يعني تكون باردة شوي لتسريع النوم، أخذ هالمسكنات العشبية زي إكليل الجبل اللي بتحتوي على الكثير من الزنك، أو الروزماري اللي هي إكليل الجبل، أو الخزامة، أو النعنع، أو الريحان، أو الزعتر، هذه كلها بتنيم، منومات طبيعية. أمتنع عن الأكل والشرب وأكل السكر على الساعة 6 المساء، وبعد الساعة 6 أحاول أعمل حركات، أتعرض لأشعة الشمس في مرحلة الغروب، هاي الأشعة تحت الحمراء اللي بتحفز إفراز الميلاتونين. والميلاتونين بحد ذاته هذا مش بس هرمون بيساعد وبيخلينا نخفف من العمليات الحيوية في جسمنا ونروح بنوم عميق، هذا هرمون ضد الالتهابات، هذا هرمون مش موجود فقط في خلايا الدماغ وحوالين الغدة الصنوبرية اللي بتفرز، وهذا هرمون بتوزع على كل خلايا الجسم، كل الخلايا فيها مستقبلات للميلاتونين، مش عشان الخلايا تنام بس عشان الخلايا يكون مكافح للالتهابات. وهذا برحمة ربنا هذا بنحصل عليه عن طريق الأشعة الانفراريد من الشمس اللي تحت الحمراء، هاي التوهج الأحمر، هذا زي ما هي بنحصل عليه من اللمبات الحمر، زي ما هي هاي الأشعة بنحصل عليها إذا قعدنا بحد نار هيك دافية وهيج النار، هذه انفراريد، هذه ضد الالتهابات. مباشرة بعد عملية انه نكون في ساعات الغروب او مع النار بنشعر، ما لاحظتوش بتشعروا باسترخاء بالدفء وبتناموا وانتو قاعدين بحد النار، ليه؟ لانه هذا بيفعل السيروتونين وبيفعل الدوبامين وبيفعل الميلاتونين بس عن طريق شوية حرارة، شوية اشعة، مش حرارة، اشعة غير مرئية وما بنشوفها، بتعمل هالفاعلية هذه في جسمنا وفي الهرمونات. فالمقصود من الموضوع انه النوم شيء مقدس، ومش بس عشان الميلاتونين، والنوم مقدس عشان هرمون النمو. وانتم مفكرين من المواد اللي جهزناها ودخلناها في الأوعية الدموية هذه وعملنا تمارين عشان ندخلها، مين اللي حيعمل العملية هذه، عملية بناء الغضاريف والعظام واخذ هالسكر وهالشحوم من مناطق تانية وهالكالسيوم ويتم العملية هذه؟ هو هرمون النمو، هذا هرمون النمو الجروث هرمون اللي يفرز من الغدة النخامية ويفرز فقط اكتر شيء في فترة النوم. عشان هيك اذا بتناموا بتعملوا هرمونات بتستغلوا هالطاقة اللي داخلكم لتوصيلها للغضاريف، لأنه إحنا نايمين بنكون في وضعية الاستلقاء، يعني وضعية مريحة بشكل جيد وما في ضغط على الغضاريف فيها، هاي الفترة اللي بدها ترجع هرمون النمو يعيد البناء. وهرمون النمو كمان زي ما أنتم بتعرفوا بتفعل بآلاف 2000-3000 ضعف في موضوع فقط الصيام، انه نصوم على الطعام. فواحد عنده التهابات وعنده مشاكل في المفاصل وبده يبني هالخلايا يصوم له يومين بالاسبوع، فهذا الصيام كمان شيء اساسي في حياتكم. وطبعا انا بدي اخفف من مشاكل المفاصل والالام هذه، بدي امتنع عن الممنوعات الرئيسية اللي هي السكر، طبعا السكر معناه هشاشة عظام، السكر معناته سحب للكالسيوم وسحب لفيتامين دال من المخزون اللي موجود في جسمنا، بدل ما نستغل هذه الفيتامينات انها تبني لنا. فالسكر ما في عليه حكي، الزيوت القلي هذه كمان ما فيها عليها حكي كمعوقات لعملية البناء، وبتوقف الجهاز المناعي مباشرة وبتعمل مشاكل في الكبد. هو الكبد كمان له عنصر مهم في عملية بناء العظام وبناء الجهاز الحركي، يعني بدون كبد ما في عنا فيتامين دال، بدون كبد ما في عنا هرمون الدرقية T3، بدون كبد ما عنا عمل لها الكوليسترول والكولاجين وضخ الحديد وضخ المواد المعدنية للعظام وللعضلات عشان ناخذ طاقة. هو الكبد المسؤول عن الطاقة،
يعني الملخص في الحديث انه الكبد اساسي، واحد عنده مشاكل مش يروح ياخذ مسكنات وادوية ومكملات وهذه تقتل الكبد تاعه وتعمل له بداية تشحمات وضعف في عمل الكبد، وفي هاي الحالة حتزيد هشاشة العظام وحيزيد ضعف العضلات وحيزيد نقص الكالسيوم والبوتاسيوم في الدم وفي العظام وكله حيتكتل. آخر شيء عشان صحة عظامكم بدكم أهم عناصر معدنية. أول شيء بدنا فيتامين الكي 1 والكي 2. الكي 1 اللي عن طريق الخضروات الخضراء بنحصل عليه لعملية تخثر أكثر للدورة الدموية، والكي 2 اللي بنحصل عليه من سواء الأسماك سواء السردين سواء التونة سواء اللحوم الحمراء سواء الكبد، شحوم لية الخروف، البذور الكاملة المخمرة يعني زي البذور المنبتة والمخمرة، أي بذور أي مخمرات زي مثلا الملفوف الكرنبيط المرفوف أكتر شيء، والبروكلي إذا بتتخمر بتحط عليها مي وملح وبتنترك لمدة 3-4 أسابيع 4 أيام أسبوع، هذا هو المخمرات. البيض الجبن الأجبان المختلفة هذه كيتو. كيتو مهمته إنه يأخذ الكالسيوم من هالأوعية الدموية هو وفيتامين د ويودوه بمساعدة الزنك ومساعدة الحديد لبناء العظام عشان العملية هاي تكتمل. والزنك حكينا البذور القرعيات، الزنك موجود بكثرة في كل أنواع البذور الكاملة، بس اضمنوا انه قبل ما تأكلوها انقعوها ولو لمدة يوم سواء البقوليات او البذور الكاملة بس لإزالة في احماض هذه بتمنع امتصاص الزنك عشان نستغل الزنك اللي في الحبوب ونمنع ونشيل هالأحماض هذه المانعة او الانزيمات المانعة ننقعها في المية وبعدين بنوكلها وصحتين وعافية. هاي الزنك، الزنك مش مشكلة يعني ممكن نحصله من اي شيء موجود. انا بحاجة فقط يعني كمرأة 8 ملغرام من الزنك في اليوم، كرجل 15 ملغرام اكتر تقريبا مرة ونص من النساء، لانه الرجال عندهم بروستاتا والنساء ما عندهم غدة البروستاتا. الأكثر تركيز للزنك بيكون في غدة البروستاتا، فعشان هيك ومهم كتير طبعا الزنك لعملية التسريع من الشفاء اللي انتوا بتعانوا منه اللي هي أعراض نقص الزنك. طبعا بتيجي على شكل تعب وتأخر في عملية الشفاء، شفاء الجروح شفاء الأمراض. الزنك هو الرئيسي في تسريع هذه التفاعلات، والزنك هاي المصادر تاعته كتيرة، حبوب كاملة، أسماك، لحوم، كبدة. وجبة كبدة لحالها مرة مرتين في الأسبوع، كبدة خروف كويسة، نحط عليها بقدونس، نحط عليها بصل، نحط عليها ثومي وبكدونس، كثروا من البكدونس وحطوا عليها كمان فلفل أحمر، لأنه هاي العناصر كلها اللي موجودة في هالكبدة هذه وصفة الكبدة بتكون محتوية على حديد، بتكون محتوية على زنك بكمية كبيرة، مغنيسيوم وبوتاسيوم. البكدونس لحالها بتكفيكم ليوم كامل، وبتحطوا عليها كمان لما تخلص ليمون فيتامين سي عشان نقدر نمتص ونهضم الحديد والنحاس اللي موجود في الكبد كمان. ما تنسوش النحاس، يعني هاي وصفة الكبدة مع تنشرب مع كاسة مية مع شوية ليمون. هاي حصلتوا على كل المكونات، والزنك كمان في الكبدة بشكل كبير مش بس المكونات هذه، وكولاجين وبروتينات لا بناء العضلات وبناء العظام. يعني وصفة كبدة في اليوم في الأسبوع هاي بتغنيكم عن كل المكملات اللي حاطينها ونازلين
أكل فيها يوميا ومفكرين أنه هذه العلاج، لأنه فلان كل فيتامين سي كويس وفلان ثاني كل مغنيسيوم هذا أساسي، وواحد ثالث كل لازم كالسيوم لازم نضلنا نشرب حليب، وواحد رابع كل الزنك أساسي بدون زنك ما في عظام، وواحد خامس أجا حكى لي فيتامين دال و مكملات لازم ناخذها، واحد سادس اجى حكى كمان لا فيتامين كال فيتامين دال 3 لازم تتاخذ مع فيتامين كي 2 عشان تمتص بشكل اسرع. بس ما حدا حكى لكم انه هذه كلها المركبات قديش بتعمل مشاكل وامور ومضاعفات وتسمم داخليا، وما حدا كلكم انه هذه العناصر المعدنيه اللي قاعدين بتاخذوها موجوده اصلا، وكثير منها يصنع داخل الجسم، والباقي احنا بحاجه له شغلات بسيطه ملغرام بسيط يعني. ولا حدا كلكم انه هذه الشغلات بالاساس لازم تتخذ بشكل طبيعي بشكلها الكامل، لأنه إذا ما أخذت أنا فيتامين دال بشكله الكامل لا يمكن أنه يمتص بشكله الطبيعي، ولا يمكن أنه يأخذ نتيجة كويسة. وأنا ما بدي بس الشمس بس فيتامين دال، ما هي فيتامين قلنا لكم الإنفراريد هي أشعة تانية، والأشعة اللي بتعطينا كل هالطاقة وكل الدفء لصحة الجلد ولصحة جسمنا. بس شاطرين يحكوا لكم أشعة الشمس بتعمل سرطانات وبتخرب شبكية العين عشان يبيعوا مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس. يعني الأشعة الشمس صار بدها وقاية. طبعا أنا ما بروح بعرض نفسي وبفتح عيني وبطلع في الشمس، لازم أستخد وقاية على الجلد في منطقة الوجه فقط، في منطقة الوجه والعينين، لأنه منطقة الوجه حساسة جدا لأشعة الشمس، فالأفضل ما أعرضها. أنا بعرض مناطق تانية واكتفينا، وهذه أخذت اللي بدي اياه من فيتامين دال والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد. طب ما هي متوفره كلها في اي نظام غذائي انتم بتاخذوه، بس اللهم شيلوا هالامراض هذه والالتهابات والسكر والستريس والضغط النفسي وعدم النوم اللي بسحب من هالمكملات هذه وبخلص هالمخزون. وانتم فاكرين يعني انتم ممكن تخلقوا بدون مخزون لشغلات مهمة زي مثلا فيتامين دال، في عنا مخزون يكفينا لفترة طويلة ال 12 يعني اقل شيء فترة الشتوية، لانه فيش فيها اشعة فوق البنفسجية. والحديد ما هو الكبد بيخزن الحديد بشكل رئيسي، وفيتامين دال كله بتخزن، وفيتامين بي 12 كمان الكبد بخزنه. يعني كثير من الشغلات كلها مخزنة، وما تنسوا في عنا عظام، وهي كلها المواد مخزنة في العظام ومخزنة في العضلات ومخزنة في الشحوم اللي موجودة. شو هي الشحوم؟ هي الشحوم عبارة عن مكان لتخزين كل الفيتامينات، وخصوصا الفيتامينات التي تذاب في الشحوم زي فيتامين دال وفيتامين بي، هذه كلها بتتخزن. يعني مش هي الشحوم اللي في الكبد مخزن للفيتامينات، الشحوم اللي خارج الكبد مخزن للسموم اللي الجسم بده يحافظ عليها ويحجزها بأماكن آمنة، فالشحوم بتحجزها. بس الفيتامينات بتظلها تحت الطلب موجودة في الكبد، وأول ما تحتاجها زيها زي السكر وزيها زي الكوليسترول الكبد بضخها بالكميات اللي بده إياها لكل أعضاء الجسم لكل الخلايا. ماشي، هذا ملخص هيك طويل شوية عن موضوع هشاشة العظام والعلاجات الطبيعية للعلاج المضمون لهذه الهشاشة. بس اللهم بدكم ناس يقولوا يا الله ويقتنعوا ويأخذوا الخطوة الأولى إنهم يبلشوا على قدر تحملهم، بس يضلهم مواظبين على هذه الطرق يوم بيوم، يتحملوا شوي بعينهم الله. الشغلة مش سهلة، بس الشغلة بتستاهل. أنا لما ما أكون أقدر أسجد وبمجرد تبعت الخطوات هذه لمدة شهر رجعت أسجد كمان مرة، هاي لحالها بتستاهل. بتستاهل إني أصير أمشي وأتحرك، بتستاهل إني أصير ألعب مع أحفادي، بتستاهل إني أصير أطلع أنا أشتري الأعشاب هاي والخضروات اللي بدي إياها، بتستاهل إني أصير أطلع الدرج وأقدر أنام بدون الآلام هذه وأقوي حالي وأنصب قامتي. والله بتستاهل. نتمنى لكم الصحة والعافية.
سلاماتي لكم وكل عام وانتم بخير. سلامات.